براويز هاي كم سنة أنت إلك مع البراويز؟ 36 أو طبعا 33. الله، من أيام ما كانش هنا ولا بنك. الله، ولا بنك كان هنا ولا مع بنوك ما في الناس. سبحان الله. هلا تعال خذ لك سبحة. حتى دي كانت فضلة ما فيش إلا عيل 43 مو 33. 33 أي سنة من 70؟ آخر السبعينات. لا، ومشيت في التسعينات قعدت في مصر وجيت. سبحان الله. ارفع لنا هاي الصورة، هاي اللي بالزاوية، هاي ارفعها، هاي سبحان الله. شوف الوالد سيد وسام الرفاعي والدكتور ابراهيم الرفاعي، سبحان الله، ايام الشباب. وانا هاي بلندن بالهايد بارك، هذا ولد الشيخ ابو العلي اخو الدكتور اقوم الشيخ علي القطان، وهذا الشيخ الشيرازي مال جعافرة وصور، وهذا اي والله ولد اخوي مؤيد وخالي حامد، صورة حلوة هاي. سبحان الله. هذا مؤيد، شوفوا الله يا مؤيد، اخوي مؤيد وخالص يا عم سيبر من رفاعي، وهي ولده يوسف. اي والله يوسف، هذه المدخل ديوانة الوالد سيد يوسف هاشم الرفاعي، صور حلوة ولها تراث. مدد يعني انت لحقت عليها كانت ابيض يا ورد. ها حطهم مرة سيدي، يعملوا ايه؟ يغيروا. خلاص ان شاء الله. يعني ما هذا المحل البراويز اللي جنبك ما كان موجود؟ لا، سبحان الله. افتح الباب اللي ورا. اسمك الكريم؟ الجيزة. جيت بالتلفزيون قبل كده، جيت التلفزيون يسألنا عشان 60 سنة. الله، انت من الجيزة؟ انت من الجيزة؟ من الجيزة؟ من مصر، من دمياط. مدد الموبيليا. اي والله، الله، محلك هذاك محل مجمع الطوارئ. سبحان الله، عائلة كويتي قديمة كانوا بالنقرة، حمام معشعش بري. يا رب يا رب. يعني انت قضيت عمرك مع البراويز؟ ها الحمد لله، عشنا بشرفنا. اي والله يا رب. انت واخوك؟ ها استاذ خالد، عشنا بشرفنا. اي والله. انت واخوك؟ ها لا، فوزي، مش اخوي، فوزي من الصعيد. لا الحمد لله، فوزي من الصعيد قاعد معايا بقاله 25 سنة. الله يعطيك الصحة والعافية. أمرت الطوارئ دي تهدت ب 82 واتبنت. الله، رحنا نقلنا عمارة السفن اللي سوق كويت اشتراها وعملها حديقة. أيوة. رحنا سكننا هناك على ما جماعة الطوارئ خلصوا، نقلنا تاني. الإيجار كان 60 دينار قديم، رجعنا 300. شفت العمار اللي عملوه في المباركية واتحرقت. أيوة. الشهر ده كم شهر اللي هو. اي والله، الله يعافيك. يلا ربنا. الاحظ حمام بري كثير ساكن عنديكم، كله الحمام البري هذا. انا والله بتاعي بجيب لهم كل يوم ميه، عندهم الميه يسمونه بالعراق يا كريم، بمصر شنو يسموه؟ حبايبي دول، ساعة ما افتح الباب يقوم ينزل لي ارش لهم. يسمونه هذا بمصر طير، ده طير ده. سبحان الله، شوف ايش كثرهم. السارة مدارية، السارة بتاعت. اي والله، لا شوف قاعدين بالشبابيك منتظرينك. ارحمهم، ارحموا من في الارض يرحموا. اي والله، هاي شوفوا بالارض قاعد ياكلون، يناموا بعد العصر. سبحان الله، هاي كله بميزانك. يفطروا ويتغدوا بعد العصر، يطلعوا فوق بقى يناموا. شكرا سيدي، الله يخليك.